حبايبي الحلوين في جريد 4، اهلا بكم مع فيديو جديد من فيديوهاتنا. فيديو النهارده هنشرح مع بعض lesson 7 في unit 2. درسنا النهارده بيتكلم عن ايه؟ عن الستوري بروبلم. ازاي بنعمل الستوري بروبلم وايه هي الستبس اللي بنمشي عليها؟ يلا بينا نشوف مع بعض. اول حاجه عشان نمشي نعمل الستوري بروبلم، اول حاجه نعمل ايه؟ نعمل سيركل على الامبورتنت نمبرز. يعني اول ما اشوف الستوري بروبلم بعمل سيركل على important numbers will data. Underline the question. هنعمل خط على مين السؤال. هنرسم square around the solution key. يعني ايه the solution key؟ solution key سواء كان في keywords بتدل على plus او minus فانا هعمل عليها square. Check the information. What is known? What is the hidden question؟ نحدد ايه الحاجة اللي موجودة عندنا في السؤال وايه هي الحاجات اللي احنا عايزين نعرفها، ونستخدم الحاجة الموجودة عندي في السؤال علشان أعرف الحاجات اللي أنا محتاجاها. يلا بينا نحل سؤال ونطبق الكلام ده. تعالوا نشوف الستوري بروبلم دي. على went to closet to store a coat a t-shirt for 260. يبقى علاء اشترى t-shirt بكام؟ ب 260 and pants with 430 pound and shoes for 330 pound. If علاء had 1300 pound, how much money left with him؟ أول حاجة لازم نطلع الانفورميشن اللي عندنا في السؤال. الانفورميشن إن هو اشترى تيشر واشترى pants واشترى إيه كمان؟ واشترى shoes. وخلاص إحنا عرفنا أسعارهم 430 و 260، وكمان اشترى shoes ب 330. تمام. ايه هي الهيدن كويستشن؟ الهيدن كويستشن اللي هو توتال الحاجات اللي هو اشتريها انا ممكن اجيبها. ايه هي؟ انا عايز اعرف الفلوس اللي فضلت معاه. دي الكي ووردز اللي هي الليفت ماني. انا عايز اعرف اللي بقى معاها. طيب هو انا اعرف هي كان معاها كام؟ كان معاها 1300. دي الفلوس اللي ما كانت معاها. انا هعمل بلس للحاجات اللي هي اشتريتها اللي هي 260 و430 و330. اعمل بلس للحاجات اللي هي اشتريتها وبعدين اعمل لهم سبتراكشن من التوتال ماني. يعني اول حاجة انا هعملها دلوقتي ايه هي؟ 260 بلس 430 بلس 330. 0 بلس 0 بلس 0 0. 6 بلس 3 9. 9 بلس 3 equal what؟ equal 12. 2 and up 1. 1 with 3 4. 4 with 4 8 8 with 2 10. So علاء بيد 1020. يبقى left money معاه كام؟ 1300 minus 1020 يبقى remainder money معاه 280. يبقى أول حاجة هنعمل plus لكل الحاجات اللي هو اشتراها وبعدين أشيل الماني ده من الفلوس التوتال اللي كانت معاه اللي هي 1300. يلا بينا نقرأ السؤال ده. The length of the Nile River about 6,853 كيلومتر. نهر النيل. كريم and his family travel across the Nile from side to another side. كريم وأهله سافروا من في النيل من ناحية لجهة أخرى. Traveled. هم سافروا أول حاجة في January 1,075 كيلومتر وبعدين في February سافروا 1,120 كيلومتر وفي March سافروا 1,325. Find how many kilometers left to travel to get another site. فضل لهم كم كيلومتر عشان يوصلوا للأذر سايت. نفس الكلام هعمل بلس للحاجات المسافات اللي هو مشاهم اللي هي 1,075 plus 1,120 plus 1,325. يلا بينا 5 plus 0 plus 5 equal 10 and up 1. 1 with 7 8 with 2 10. 10 with 2 12 and up 1 1 with 3 4 4 1 5 5 with 0 5 1 1 2 2 1 3. يبقى هم سافروا مسافة قد ايه في الثلاث شهور دي؟ 3,520 كيلومتر. المسافة اللي بقى لهم اللي هي من التوتال، انا عندي التوتال كام؟ 6,853 minus 3,520. هنعمل subtraction. 3 minus 0 3. 5 minus 2
8 minus 3 minus 5 3 6 minus 3 3 يبقى دي المسافة اللي فاضلة علشان يوصلوا الناحية. يلا بينا نحل سؤال نمبر 2. The Great Pyramid has 59,000 visitors. الهرم بزاروا كم حد لحد دلوقتي؟ 59,000 visitors on Monday. امتى؟ ده يوم الاثنين. تمام؟ And 27,525 on Tuesday. And 32,975 on Wednesday. The number of visitors is expected to be 150,000 from Monday to Thursday. What is the number of visitors in Thursday? بالراحة كده. أنا معايا الزوار، عدد الزوار إمتى؟ يوم الاثنين الماندي، يوم التيوزداي والوينزداي. خلاص؟ أنا معايا احتمال إن عدد الزوار يوصل ل 150,000 from Monday to Thursday، يعني ده التوتال بتاع كله لحد يوم الخميس. أنا عايز أعرف يوم الخميس في كم واحد زار، يبقى أنا هعمل بلس للي زاروا يوم الاثنين والثلاث والأربع، وبعدين أعمل لهم ماينس من التوتال علشان أعرف كم واحد زاروا يوم الخميس. يبقى أول ستيب هنقول إيه بقى؟ هنقول 59,000 plus 27,525 plus 32,975. يلا بينا نعمل ال plus. 0 plus 5 plus 5 equal 10. 0 and up 1. 1 with 0, 1, 2, 3. 3 with 7, 10. 0 and up 1. 1 with 0, 1. 1 with 5, 6. 6 with 9. الفريند بتاعتي 9 هي ال 1 عشان تبقى 10. خلاص هنعمل لها بلس ونزود ال 9. الفريند بتاعتها كام؟ هي ال 10. ال 1 اللي زودته عليها هاخده من ال 5 تبقى 4، يبقى البلس بتاعهم 14. 4 و up 1. 1 و 9 10. 10 و 7 17. 17 و 2 19. 9 and up 1. 1 و 5 6. 602 8 8 و 3 equal 11. يبقى هو ده التوتال. يبقى ده اللي زاروا في الثلاث ايام. يبقى اللي زاروا يوم الخميس هنعمل ايه؟ 150,000 minus النمبر ده اللي هو 119,400. 0 minus 0 0. 0 minus 0 0. 0 minus 4 doesn't work. دي تبقى 4 ودي 9 ودي 10. 10 minus 4, 6, 9 minus 9, 0, 4 minus 1, 3 minus 1, 0. يبقى هم دول اللي زاروا يوم Thursday. وكده يكون الدرس بتاعنا النهاردة خلص. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. باي.